قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوع برفض كافة الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة التكميلية لعام 2014 وعددها 6 طعون. كما قضت المحكمة الدستورية برفض الطعن المقدم من المحامي صلاح الهاشم ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس الأمة والنواب محمد البراك وأحمد القضيبي وأحمد لاري وعبد الله المعيوف وفارس العتيبي. وأكدت المحكمة الدستورية في حكمها سلامة إجراءات مرسوم الصوت الواحد، وجاء في ختام حكمها أن الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون، ومن ثم يتعين القضاء برفضه، وعليه فإن مجلس الأمة سيستمر في أعماله.